بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فنتابع التعليق على آيات سورة الفجر، وكنا قد انتهينا بفضل الله من المقطع الأول، وهو قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وأظن أنه قد فاتنا التعليق على الآية الأخيرة من المقطع السابق، وهي قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر. لما نقرأ سورة الفجر ونسمع قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ما معنى قول الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى هل في ها؟ لكن ما معنى ذلك؟ يعني الآن لو واحد قال لك اشرح لي ايش معنى لا الله عز وجل يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، ما اشرح لي الآية كاملة، ما معنى قول الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معناها؟ أنا ما أبغى تقول لي الحجر، أنا أعرف أن الحجر هو العقل، أبيك تعطيني معنى الآية كاملة. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إيش معنى الآية؟ الله عز وجل يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني الله عز وجل يسأل سؤال، يقول هل هذه الأقسام، هل هذه الأقسام يعني كافية لذي حجر؟ هذا معناته. أيوة، الحجر هو العقل. لماذا سمي العقل حجرا؟ ألا تسمعون أن الآن القاضي حجر عليه؟ ما معنى حجر عليه؟ الحجر هو المنع، صح؟ فتقول حجر عليه القاضي، أي منعه القاضي، صح؟ حجر على ماله، حجر على ثروته، يعني منعه من أن يتصرف في ماله، صح ولا لا؟ طيب، فالله عز وجل يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذه الأقسام كافية لذي حجر؟ كيف؟ لماذا سمي العقل حجرا؟ واضح. ايش؟ ايوه، لان العقل يمنع صاحبه من التصرفات، صح ولا لا؟ سمي العقل حجرا لان صاحب العقل، عقلك يمنعك من ان تتصرف تصرفات غير صحيحه، ولا لا؟ الا ترى ان الانسان اذا ضعف عقله يعني يتهور ويهدر المال، وربما يعتدي على الدماء وعلى الأعراض لأنه ضعف عقله، صح؟ ما عنده عقل يمنعه، كما يعني يحصل الآن في بعض الحوادث، إذا اعتدي على بعض المسلمين قالوا هذا إنسان مجنون عقليا. ليش مجنون عقليا؟ لأنه ما عنده عقل يمنعه. فإذا الحجر هو المنع. فالله عز وجل يعني حتى نفهم الآيات، يعني الآن الله عز وجل أقسم في بداية هذه السورة بهذه الأقسام: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ما معنى والليل إذا يسر؟ ها؟ يسر، وش أصل الكلمة يسر؟ يسر أصلها يسري، فعل مضارع، ها؟ يسري، ولكنها جاءت بهذا التركيب يسر لمراعاة فواصل الآيات، يعني السياق القرآني، يعني حتى تكون الآيات متناسقة. طيب، فإذا الله عز وجل أقسم بهذه الأقسام، ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذه الأقسام العظيمة كافية لذي لب وذي عقل؟ ذي حجر يعني الحجر، العقل الذي يمنع صاحبه من أن يعني يتصرف بما لا ينبغي. طيب، ثم قال كذب أصحاب الحجر، كذب أصحاب الحجر، هنا شو الحجر؟ هل في الحجر أصله المنع، ولذلك سمي حجر الكعبة لأنه يعني محجر، يعني يمنع من الدخول، يعني حجر. وكذلك أصحاب الحجر يعني الجانب المحتجز، يعني الحجر في اللغة أصله المنع، فهو يطلق كذلك على الحواجز الحسية حينما يعني تحجز مكان يسمى حجر، يعني تحجر هذا المكان، يعني منع الآخرين من الدخول فيه. أي دخلت المرأة حجرها، دخلت حجرها، أي حجرها، يعني دخلت المكان، حجرتها أو بيتها، ومنه الحجرة، حتى الحجرة مأخوذة من الحجر، الحجرة لأنها محاطة بالجدران تمنع الآخرين من الدخول إليها. طيب، هكذا. طيب، ف
ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في السياق الذي معنا في هذه الليلة، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ طيب الآن ألم ترى من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب، يعني هذه من الخطابات التي تصلح أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون للأمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ طيب الرؤية تأتي في اللغة العربية على نوعين، هناك رؤية بصرية وهناك رؤية قلبية. العقلية هي القلبية، عقلية قلبية. طيب أعطيك مثال، تقول مثلا رأيت الحق واضحا، رأيت الحق واضحا، هذه رؤية بصرية ولا قلبية؟ قلبية صح؟ طيب تقول أيضا رأيت الطائرة محلقا، ها هذه بصرية صح؟ طيب الآن قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هل هي رؤية بصرية ولا رؤية قلبية؟ ولماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لعاد؟ ما رأى. إذن الرؤية هنا قلبية، يعني ألم تر كيف فعل ربك بعاد. طيب هذا ألم ترى هذا استفهام، ونحن نعرف أن الاستفهام في اللغة العربية وفي البلاغة يأتي على أنواع، هناك استفهام يراد به حقيقة الاستفهام، بمعنى تقول مثلا ألم تذهب إلى المكان الفلاني، فأنت الآن تستفسر صح ولا لا، يعني سؤال حقيقي أليس كذلك؟ طيب وهناك استفهامات يعني تأتي على طريقة التعجيب والتقرير، ألم تسمع ماذا حصل في المكان الفلاني، هذا يعني أسلوب تعجب أليس كذلك؟ طيب وهذا يعني من هذا الباب، هذا النوع الذي معنا. لأن قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هذا المراد به التعجب من حال هذه الأمة التي هي أمة عاد. والله عز وجل خاطبهم يعني بهذه الأخبار، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب القرشيين بأخبار عاد وثمود وفرعون. لماذا؟ لأن هذه الأمم أخبارها كانت معروفة عندهم، كانت منتشرة، يعني العرب توارثوا ما حصل لهذه الأمم، ما حصل لعاد ولثمود وفرعون أصبحت من القصص الشهيرة، ولذلك هذه من القواعد التي سبق ذكرناها مرارا والله عز وجل يكثر من ذكرها، أن القرآن دائما يخاطب العرب بمعهودهم، يعني بأشياء يعرفونها، ولذلك الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يقل أفلا ينظرون إلى الفيل، لأن الفيل ليس في بلادهم صح ولا لا، ولم يقل أفلا ينظرون إلى الزرافة، الزرافة ليست في بلادهم، ولكن قال أفلا ينظرون إلى الإبل لأن الإبل يخالطونه. فكذلك نفس الشيء الله عز وجل هنا يخاطبهم ويحدثهم بأخبار هذه الأمم لأنها معروفة لديهم. كيف فعل ربك بعاد؟ من هم عاد؟ وإلى عاد أخاهم هودا. ما معنى أخاهم هودا؟ ها؟ أيوة أخاهم هودا يعني أخو العشيرة، هو يعني من قرابتهم من بني عمهم يعني منهم. وإلى عاد أخاهم هودا، إذن عاد هم قوم هود. وهذه عاد، قبيلة عاد، هي قبيلة عربية بائدة. ما معنى قبيلة عربية بائدة؟ يعني انتهت، يعني لا وجود لها، بائدة يعني من تعرفون أن العرب في عرب يعني بائدة وفي عرب مستعربة وعرب عاربة، يعني في عرب لا زالت يعني أصولهم باقية وفي عرب انتهوا. من العرب الذين انتهوا هم قبيلة عاد. أين كان يسكنون قبيلة عاد؟ كانوا يسكنون بمنطقة تسمى الأحقاف، الأحقاف، وهذه منطقة الأحقاف هي في جنوب الجزيرة العربية بين عمان وحضرموت، بين عمان وحضرموت، هذا قبيلة عاد كانت تسكن بين عمان وحضرموت. طيب والاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر كيف
كيف هذا؟ يعني يقول المفسرون وأهل اللغة يقولون هذا استفهام تهويل، نفس الأسلوب أيضا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أسلوب تهويل وتعظيم. فالله عز وجل يطلب من الناس التأمل والتعجب مما حصل لهذه الأمة القوية. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إرم ذات العماد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. لاحظ بعاد، بعاد دخل عليها حرف الجر باء، صح؟ قال ألم تر كيف فعل ربك، لو وصلنا بعاد، صح؟ منونة. طب بعدين قال إرم، قال إرم، لماذا لم يقل إرمي أو إرم؟ ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. طيب قال إرم ذات العماد. طيب إرم ذات العماد، ما هي إرم؟ هذه كلمة غريبة علينا، صح ولا لا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ما هي إرم؟ ها؟ هذا أحد أقوال المفسرين. من المفسرين من قال أن إرم هي نفسها عاد، يعني هذا اسم آخر للقبيلة، اسم آخر لقبيلة عاد إرم، هذا أحد أقوال المفسرين. ومن أقوال المفسرين الشهيرة في الآية بأن إرم هو جد لقبيلة عاد. طيب إرم ذات العماد، ذات العماد يعني صاحبة ذات، هنا بمعنى صاحبة، تقول ذو مال يعني صاحب مال، صح؟ ذات جمال يعني صاحبة جمال، أليس كذلك؟ طيب ثم قال هنا إرم ذات العماد يعني صاحبة العماد. العماد مفرد ولا جمع؟ أيوة، العماد، العماد، العماد مفرد، العماد مفرد، وجمعها إيش؟ عمد بضم العين، ها؟ عماد هذا مفرد وجمعه إيش؟ عمد. لا ممكن تضبط بعمد وعمد، لكن الآية هذه فعلا الآية هذه حجة، يعني بغير عمد، صح صح، قد تكون عمد، نعم، لكن أنا أذكر أيضا أن أهل اللغة قالوا عمد. العمد هي التي تنصب عليها الخيام والبيوت والتي يقوم عليها البناء. المقصود أن هذه القبيلة، قبيلة عاد، كانوا يتخذون بيوتا ذات عمد أو ذات عمد، طيب، وينصبونها، وهذا يدل على ما أعطاهم الله عز وجل من القوة ومن القدرة. وكانوا يأوون إلى هذه البيوت وإلى هذه المساكن، ولكن حينما جاءهم يعني أمر الله عز وجل ونزل عليهم عذاب الله عز وجل لم تغني عنهم هذه المساكن. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الأحقاف: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني أبادهم الله عز وجل واستأصلهم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أيضا هذا في قصة عاد. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: التي لم يخلق مثلها في البلاد. إذن ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أن الله عز وجل لم يخلق مثل تلك هذه القبيلة بما أعطاها من الشدة والقوة وعظمة الأجسام، قوة الأجسام. الله عز وجل أعطاهم، يعني تلك الأمم، الله عز وجل أعطاهم من البسطة في الجسم، ولذلك قال الله عز وجل: وزادكم في الخلق بسطة. كانت أجسامهم غير أجسامنا، وكانت بنيتهم، نعم، يعني ضخام، كانوا كبار، ولذلك كانوا يفخرون واغتروا بقوتهم، كما قال الله عز وجل عنهم حينما قالوا: من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان سبحان الله بطبيعته يظن يعني أنه قوي وأنه متمكن وأنه، ثم بعد ذلك سبحان الله يعني يؤول إلى ضعف، إلى منزلة من الضعف ما كان يتوقع أن يصل إليها. ولذلك يحكى أن أحد، أظنه عبد الملك بن مروان أو أحد خلفاء بني أمية،
يعني كان له من الملك وكان له من السلطان وكان له من النفوذ، فلما حضره الموت أمر، يعني لما شعر بدنو أجله وقرب منيته طلب أن تجمع له الجنود، الجند والجيوش، فجمعوهم له فأطل عليهم من شرفة القصر، ثم رفع بصره إلى السماء قال: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يعني الإنسان مهما ترى ملك ومهما يعني كانت قوة، ها عبد الملك بن مروان، فيعني خلاص يعني سيزول وسيذهب لوحده، لا يدخل معه في قبره إلا عمله، لن يدخل معه جنده ولا حاشيته. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قبيلة من؟ أيوة، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثمود. طيب، ثمود هذا اسم جد القبيلة، قبيلة ثمود في بعض القبائل العربية تسمى بأسماء أجدادها، يعني الجد يصبح هو اسم القبيلة. طيب، أي كقريش، نعم، وأمثاله كثير يعني في العرب. كذلك هنا ثمود يقولون هذا اسم جد القبيلة. أين كانت مساكنهم ثمود؟ وين يسكنون؟ وين؟ أيوة، بين المدينة والشام. ثمود كانت ديارهم بين المدينة المنورة والشام، بين المدينة المنورة والشام. وقوم ثمود، يعني قوم صالح، قبيلة ثمود، هم نفسهم أصحاب الحجر، هم أصحاب الحجر، أصحاب الحجر هم ثمود، قبيلة ثمود. أيوة، هذا أصحاب الحجر، نعم. قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا الصخر بالواد؟ جابوا، ما معنى جابوا باللغة العربية؟ ها؟ لا، جابوا، نعم، من معاني جابوا الطوفان، يعني ألا ترى مثلا يقولون فلان يجوب الأرض. ما معنى يجوب الأرض؟ يعني يتنقل، يعني يقطع الأرض. فإذا أصل معنى كلمة جابة هي القطع، ومنها مأخوذة يعني جاب أو يعني يجوب، يعني يقطع، بمعنى أنه يتنقل من مكان إلى مكان كأنه يقطع المسافات. فإذا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني الله عز وجل أعطى هذه القبيلة وهذه الأمة قدرة وإمكانية على حفر الصخور وعلى قطع الصخور. وإلى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كما قال الله عز وجل في وصفهم في آية الشعراء: وتنحتون من الجبال بيوتا. كانوا يضعون بيوتهم في الجبال، وهذا لقدرتهم. طبعا أظن بقيت آثارهم، بعض من ذهب هناك رأى آثارهم، يعني رأى حجر في الجبال، حجر في الجبال موجودة محفورة، وهذه يعني إمكانيات ضخمة جدا. يعني الآن العلم الحديث مع وجود الكسارات ومع وجود آلات الحفر والتقنية، يعني لسه الآن الناس توهم يعني توصلوا إليها. هؤلاء يعني كانوا يعني يصنعونها من قديم، يستطيعون أن يحفروا البيوت في الجبال، وتنحتون من الجبال بيوتا. وهذا يدل على أن الله عز وجل أعطاهم هذه العقول وأعطاهم هذه القوة والقدرات. جابوا الصخرة بالواد، والوادي هو المعروف الذي بين الجبلين، الوادي الذي يكون بين الجبلين، والوادي طبعا عادة يكون يخلو من الماء، لا يكون فيه ماء. طيب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وفرعون ذي الأوتاد. لاحظ، احنا تكلمنا عن عاد، ثم تكلم عن ثمود، ثم تكلم عن فرعون، وهذه كلها أمم معروفة عند العرب. طيب، قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون، طبعا قصة موسى وفرعون هي من أشهر القصص في القرآن، وربما أكثر قصة وردت في القرآن قصة موسى وفرعون، تجدها في سورة البقرة، وتجدها في آل عمران، وتجدها في النساء، وتجدها في الأعراف، وتجدها في المائدة، وتجدها في سورة النازعات، وفي سورة، يعني من أكثر القصص التي انتشرت هي قصة فرعون. طيب، فرعون هل هو شخص محدد ولا لقب؟ فرعون يطلق على من؟ كل من ملك مصر يسمى، صح؟ كل من ملك مصر يسمى فرعون. طيب،
وكل من ملك الفرس يسمى كسرى، وكل من ملك الروم يسمى إيش؟ قيصر، وكل من ملك الحبشة نجاشي. إذن هذه فائدة صح؟ كل من ملك مصر يسمى فرعون، وكل من ملك الفرس يسمى كسرى، وكل من ملك الروم يسمى قيصر، وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. لكن فرعون في هذه الآيات فرعون محدد، هو فرعون موسى. الفرعون في هذه الآيات المراد به فرعون موسى، ولذلك قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ملك مصر الذي هو صاحب موسى، وكان طاغية جبارا عاتيا عنيدا، وهو الوحيد الذي يعرف على مر التاريخ أنه ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى. ما في لا يعرف في التاريخ أحد ادعى الربوبية إلا فرعون. النمرود صح، لكن ما قال أنا رب العالمين، قال أنا أحيي وأميت. يعني هو الآن يدعي أنه عنده قدرة مثل قدرة الله، لكن ما قال أنا ربكم الأعلى، هذا قال أنا ربكم الأعلى، ما في أحد وصل هالمرتبة. يعني قال أنا ربكم الأعلى، وفي الموضع الآخر في سورة القصص ما علمت لكم من إله غيري. طيب وفرعون ذي الأوتاد، ذي الأوتاد يعني صاحب الأوتاد، والأوتاد طبعا جمع لوتد، أليس كذلك؟ طيب وهذه الأوتاد قالوا كان فرعون يستخدمها يضربها في الأرض ليعذب الناس بها، يعني كان يثبت الناس بالأوتاد ليسومهم العذاب، كان يستخدمها. هذا أحد أقوال المفسرين، أن فرعون ذي الأوتاد، أن الأوتاد هي كان يضعها ويغرزها في الأرض ليعذب الناس، يثبت الناس بها ويعذبهم بها. ومن الأقوال أن الأوتاد ترمز للجنود، وفرعون ذي الأوتاد لأن الجند هم الذين يثبتون الملك، أليس كذلك؟ لو اضطرب الجند والعسكر يصير انقلاب عسكري ولا لا؟ يضطرب الملك، أليس كذلك؟ ممكن يكون الأهرامات هي مقصودة بالأوتاد، اعتبار شكل الهرم مثل الجبل، شكل الهرم كالجبال، وهي من المعجزات يعني فرعون. عاد أنت الآن بتدخل في قضية أخرى، وهي قضية هل الإهرامات هذه فعلاً من صنع فرعون أو لا؟ ترى هذه مسألة خلافية، يعني من المؤرخين من يرى أن الذي بنى هذه الإهرامات إدريس. مين؟ إدريس نبي الله إدريس. هذا بعض المؤرخين قالوا ذلك، أن الذي بنى هذه الأهرامات إدريس، وقالوا أن هذا كان قبل الطوفان، هذا على قول من قال بأن إدريس قبل نوح. طيب ومن العلماء من قال لا، أنها بعد نوح. لكن المأثور والمنقول عن الصحابة أنهم ما كانوا يعرفون من بنى هذه الأهرامات، يعني مسألة أن الذي شيد الأهرامات هم الفراعنة، هذه ترى لم تعرف إلا بعد مجيء الفرنسيين والإنجليز لمصر، بعد ما جاءت الحملات البريطانية والحملات الفرنسية لمصر وبدأوا ينقبون عن الأثار، هم الذين أخرجوا هذه الأشياء وأعلنوا أن الذي بناها الفراعنة. بعض الصحابة وبعض التابعين وصلوا إليها، ولذلك نقل عن بعض خلفاء بني عباس، نقل عن بعض خلفاء بني عباس أنه حاول أن يهدم بعض الأهرامات لكنه ما استطاع. يعني وهذه من الشبه التي الآن يروجها البعض، يعني بعضهم يعني يقول لك ما في شيء، خلينا نعظم الأهرامات، نعظم الآثار، كانت موجودة في زمن الصحابة ولم يصنعوا لها شيئا. أولا الصحابة كانت كثير من هذه الأهرامات مدفونة لم يصلوا إليها. يعني الأمر الثاني أن الذي رآه الصحابة كعمر بن العاص، عمر بن العاص كان في مصر أليس كذلك، وغيره، الذي رآه الصحابة ما كان عندهم إمكانيات، ما كان عندهم تفجير، ما كان عندهم كسارات، ما كان عندهم إمكانيات أنهم يدمرونها. طيب فهذا هذا هذا الجواب. الصحابة يعني لماذا لم يؤثر، هذا سؤال، لماذا لم يؤثر عن الصحابة وعن التابعين أن الذي بنى هذه هم الفراعنة؟ يعني لا يعرف تاريخيا، يعني لن تنتشر هذه المقولة بأن الذي بنى الإهرامات إلا الفراعنة إلا عن طريق الفرنسيين والإنجليز. أنا أقول لك المعلومة التي يعني ذكرها العلماء والمفسرين، أن الصحابة لم يعرفوا
من لم يعرفوا من أنشأ الأهرامات. طيب، إذن قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، عرفنا أن الأوتاد بمعنيين، إما أن تكون الأوتاد هي التي كان يغرزها في الأرض ليعذب الناس بها، أو أن الأوتاد هي رمز لجنوده الذين يثبتون ملكه. ثم قال الله عز وجل الذين طغوا في البلاد. طغوا في البلاد، ما معنى طغوا؟ ما معنى طغى؟ على لغة، أيوة صح، أيوة، من معاني الطغيان العلو، ومن معاني الطغيان مجاوزة الحد. طيب، إذن الطغيان بمعنى مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سورة الحاقة، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. إذن الطغيان هو مجاوزة الحد. طيب، الله عز وجل قال الذين طغوا في البلاد، قول الله عز وجل الذين طغوا في البلاد، هل هو يرجع إلى فرعون ولا يرجع إلى الجميع؟ يرجع إلى عاد وثمود وفرعون، يرجع إلى الجميع، لأنهم كلهم طغوا وجاوزوا الحد. قال الله عز وجل طغوا في البلاد، يعني في ديارهم وفي بلادهم، فأكثروا فيها الفساد. هذه الفاء في اللغة العربية ماذا تسمى؟ تسمى فاء إيش؟ السببية. فاء السببية بمعنى أن ما قبلها سبب لما بعدها. طيب، فطغيانهم سبب لإكثارهم الفساد. طيب، فأكثروا فيها الفساد. الفساد الذي أحدثه هؤلاء، احنا نعرف أن الفساد يأتي بمعنيين، يأتي الفساد معنوي أو فساد مادي أو حسي يعني. طيب، الفساد المعنوي إيش؟ أخلاق مثلا، الكفر. أليس الكفر والشرك فساد معنوي؟ الكفر والشرك، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، صح؟ الله عز وجل وصف الشرك بأنه نجس. إذن الفساد الذي أحدثوه هو فساد معنوي، ويتبع الفساد المعنوي فساد حسي. فهم لما أصبحوا مشركين وكافرين وظالمين انعكس ذلك على الفساد الحسي، سفكوا الدماء وأفسدوا البلاد وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال، فأصبح فساد معنوي يتبعه فساد حسي ومادي. طيب، ثم قال الله عز وجل، الله عز وجل يعني فصل لنا هذه الأحداث التي حصلت لهذه الأمم في مواضع أخرى من القرآن، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة، يقول الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاو. ويقول الله عز وجل في سورة الذاريات فأخذناه، أي فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. طيب، إذن هذه الآيات توضح أن هذا هو جزاء كل من كفر بالله عز وجل، كل من طغى وتمرد، كل من رد رسالة المرسلين وكذب المرسلين كما فعلت قريش وكذبت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك الله عز وجل في خاتمة السياق إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، ما هو المرصاد في اللغة العربية؟ أيوة، المرصاد هو البرج الذي يراقب، أليس كذلك؟ المرصاد هو المرقاب، هو مكان الذي يعني، وهذا يدل على أن الله عز وجل مطلع ومحيط. يعني هذه الآية في الحقيقة فيها تسلية للمؤمنين وآية للمسلمين. يجيك واحد يقول لك يا أخي الله عز وجل يعني ما هو شايف اللي يحصل في غزة، الله عز وجل ما هو شايف يعني اللي يحصل للأطفال، ما هو شايف اللي يحصل للنساء، نقول إن ربك لبالمرصاد، الله عز وجل مطلع، والله عز وجل يدري سبحانه وتعالى.
ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولكنه حكيم. طبعا هذا ما يعفينا من العمل، ما يعفينا من نصرة إخواننا، مو بنقول والله إن ربك بالمرصاد ونجلس حنا بدون عمل، لا، نحن مطالبون أن ننصر إخواننا بالنفس بالمال بالدعاء بكل ما نملك نقدم، لكن مع ذلك إذا لم يتحقق النصر أو إذا لم تأتي الأمور كما نريد نقول إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل مطلع ومراقب ومحيط بهؤلاء، فلا يفوته شيء ولا يفلت الظالمون من عقابه سبحانه وتعالى. وقد أذاق الله يعني بعض هذه الأمم، أذاقهم الخزي في الحياة الدنيا وأذاقهم الخزي في الآخرة الذي هو عذاب النار. فهذه الآيات فيها تهديد وتخويف لأهل مكة للقرشيين، يعني الله عز وجل يقول لكفار قريش أنتم ترى لستم ببعيدين عن هذه الأمم، ما حصل لعاد وما حصل لثمود وما حصل لفرعون، إن ربك لبالمرصاد، انتبهوا أن تردوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات يعني من الفوائد في خاتمة هذا الدرس، نلاحظ أن الأسلوب القرآني وأسلوب القصص في القرآن يتنوع. يأتي القرآن يعني قصة موسى وفرعون مثلا تجدها مثلا مطولة مثلا في مواضع من سورة البقرة، وتجدها مختصرة مثلا في موضع من سورة طه أو في موضع من سورة النساء، فيأتي بالتفصيل والإجمال. وهذا من معاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، من معاني المثاني، طبعا في المثاني لها معاني كثيرة يعني، لكن من معانيها أن الله عز وجل يأتي بالتفصيل والإجمال، يأتيك مختصر ويأتيك مطول، هذا تنوع الأساليب في القرآن. كذلك نستفيد من الآيات أن هذه أمم عظيمة، أمة عاد وثمود وفرعون، أنها أمم عظيمة طغت ومع ذلك لم تعجز الله عز وجل ولم تكن بعيدة عن عذاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يمدح نفسه بعظمته وقدرته على إهلاك الظالمين أيضا في هذه الآيات. نستفيد من الآيات أن إرم، على أحد أقوال المفسرين الشهيرة أن إرم هي نفسها عاد، فلو واحد سألك قالك ما معنى إرم، تقول إرم هو عاد، هي قبيلة عاد، أو أن إرم هو جد عاد، يعني هي مسألة خلافية بين المفسرين، لكن حتى تكون المفردات يعني هذه يعني من الأشياء المهمة يا إخوان التي ينصح بها العلماء والمفسرون هو التعرف على غريب القرآن، يعني غريب القرآن المفردات التي تأتي في القرآن وحنا ما نعرف معناها، لأنك إذا عرفت المفردة يتضح لك المعنى. حتى لو سألتك مثلا قول الله عز وجل في جيدها حبل من مسد، لو قلت لك ما معنى مسد، أنت ما تعرف المسد فيخفى عليك معنى السورة، صح ولا لا؟ فدائما، وهذه الآن الحمد لله ميسرة، الآن في كتب خاصة تسمى غريب القرآن، غريب القرآن يعني تجدها في الجوالات وتجدها في التطبيقات وتجدها على طول وانت تقرأ، ولا سيما إذا كنت مثلا عندك ختمة خلال العام أو ختمة مثلا في رمضان، إذا مرت عليك كلمة غريبة ما انت عارفها شوف ابحث عن المفردة، لأن معرفة المفردة هذا مفتاح لفهم المعنى، إذا عرفت المفردة الغريبة هذه اتضح لك المعنى. فإذا هنا إرم عرفنا أنها تشكل أو تمثل اسم عاد. كذلك الله عز وجل أخبر أن عاد وأن هذه الأمم قد أعطاهم يعني من القوى والقدرات والبسطة في الجسم، ومع ذلك يعني جرى عليهم ما جرى من النكال والعذاب. الله عز وجل وضح في هذه الآيات أن بعض هذه الأمم يعني تخصصت في قطع الصخور كثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فهؤلاء يعني كان عندهم إمكانات لحفر البيوت في الصخور وما إلى ذلك. كذلك من الفوائد أن الفساد سبب لهلاك الأمم، الفساد المعنوي والحسي سبب لإبادة الأمم. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الفساد يا إخوان من أسباب حلول العقوبات العامة والخاصة، ولذلك يقول الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. صالحون ولا مصلحون؟ مصلحون. يعني ما يكفي أن تكون صالح في نفسك،
بعض الناس يقول يا أخي لا يا أخي خليك في نفسك أنت، خلاص أنت الحمد لله أنت مالك يا أخي، أنت الحمد لله أنت تصلي وزوجتك محجبة وابنك يصلي، خلاص مالك دخل في الناس، وتشوف هذا يعني تارك الصلاة وهذه متبرجة سافرة وهذا والعوذ بالله يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات وهذا علاقات محرمة وهذا تنصر وهذا ألحد، يقول لك لا ما لك صلاح في الناس. كيف ما لك صلاح في الناس؟ يعني الفساد يعني يعم والشر يأتي، يعني النار إذا اشتعلت في طرف البيت إذا لم تبادر إلى إطفائها سوف تصل إلى بيتك، هذا الفساد وهذا الشر سوف يصل إلى بيتك. ولذلك الحماية والوقاية لمن أن يكون مصلحا، يعني لا يكفي أن تكون صالحا بل كن صالحا مصلحا. أنت في الحقيقة حينما تكون صالحا مصلحا أنت تحمي نفسك، أنت تحمي نفسك من عقاب الله عز وجل، تحمي نفسك وتحمي أولادك. دائما عود نفسك أن تكون ناصحا. الناس طبعا كما وصف الله عز وجل طبيعة الناس طبيعة البشر، الله عز وجل قال ولكن لا تحبون الناصحين، ترى الناس ما يحبون الناصحين، الناس إذا شافوا واحد ينصح قال يا أخي هذا ملقوف، هذا أشغلنا يا أخي، هذا كل شوي حرام كل شوي يعني، وبعضهم ينفر منا إلا من رحم ربي، يعني إلا من يعني نور الله بصيرته. يعني بعض الناس والله يا أخي إذا نصحته ما شاء الله يشكرك ويثني خير ويقول زاك الله خير ويدعو لك ويقول كثر الله من أمثالك، هذا موجود وعددهم كبير ولله الحمد. لكن نقول نحن مطالبون أن نستخدم الأساليب الطيبة، لا يعني لا تعني النصيحة أو لا يعني التوجيه والإرشاد أو الأمر معروف أنه منكر، لا يعني الغلظة ولا يعني الحدة ولا يعني سوء الخلق مع الآخرين، لا، لكن يا أخي تلطف بالناس. يعني أنت الآن حينما تأتي بشخص وتقول له يا أخي والله أني أحبك وأنا رأيت يا أخي أن زوجتك متبرجة، يا أخي يعني هذه نصيحة مشفق محب ولا لا؟ أنا ماذا أستفيد، أنا ماذا أستفيد إذا تحجبت زوجتك، ماذا أستفيد؟ لا فائدة لي، يعني هذه فائدة تعود عليك أنت وتعود على زوجتك. فالعاقل الحصيف يعرف أن هذه نصيحة وأنك يعني تحب له الخير وأنك تخشى على شرفه وعرضه كما أنك تخشى على شرفك وعرضك. فإذا يا إخوان ينبغي علينا حتى ندفع الفساد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن أحيائنا وعن أوطاننا وعن ديارنا أن نكون صالحين مصلحين. انشروا الخير وبثوا الخير وادعوا إلى الله وكن مرشدا وكن مصلحا ناصحا. كذلك قول الله عز وجل، أي نعم هذه جزئية يمكن ما علقنا عليها، قول الله عز وجل فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لاحظ التعبير بصب، صب ما معنى صب؟ ها ايوه صب يعني نزل بقوة. انت الان لما تقول ما تقول مثلا لما تنزل قطرات من هذا الكأس تقول نزلت رشاش او يعني ذرات قطرات، ها، لكن لما ينسكب كله تقول صب. فهذا دليل على قوة العذاب أنه نزل عليهم صبا. استنبط بعض العلماء استنباط لطيف قال أن الآية هذه تدل على علو الله. لماذا؟ لأن الصب يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا الدليل على أن الله في العلو. يعني هذه إحدى طبعا آيات علو الله عز وجل كثيرة جدا، لكن هذه يعني ممكن تكون يعني دلالة غير مباشرة تدل على علو الله عز وجل. فصب عليهم ربك سوط عذاب، سوط العذاب يعني الصوت دائما يدل على العذاب، الصوت يرمز إلى العذاب. ولذلك جاء في الحديث إذا أراد أحدكم أن يعلم ولده فليعلق صوته. فالصوت يعني تهيب، يعني انتبه ترى يعني عندنا عذاب، عندنا عقوبة. طيب فصب عليهم ربك سوط عذاب. طيب بهذا يعني تكون الآيات التي معنا في هذه الليلة انتهت، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ من قول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافع، العمل الصالح، الولد البار.
أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، وأن يفرج هم إخواننا في غزة وفي السودان وفي كل مكان، إنه سميع قريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.